في البداية برحب بنجماتي، يعني نجمات الذهب زي ما حضراتكم شايفين، بطولات ما شاء الله واحتكار للبطولات، فأكيد ده ما جاش من فراغ. في البداية برحب يعني بنجماتي اللي في الاستوديو، برحب بكابتن الفريق صاحبة التاريخ الأكبر وال 47 بطولة، والحقيقة واللي دايما رمانة الميزان في الملعب، الحقيقة لما بكون في الملعب بحس بالأمان. معانا كابتن الفريق طبعا مرحب بيها نهلة سامح، أهلا بيك يا كابتن. أهلا بحضرتك، نورتي قناة النادي الأهلي. ربنا يخليك. طب ساعات بيكون في مباريات كده بتشهد، او يعني بطولات بتشهد تالق بعض اللاعبين، وتبقى زي ما بتقول ايه، بطاقه التعارف مع جمهور النادي الاهلي. هي في الاصل نجمه ومعروفه يعني بشكل كبير، ولكن في بطوله الكاس دي بالذات كان ليها دور كبير وظهرت بمظهر جيد. بنرحب بساره امين. ازيك يا ساره؟ ازاي حضرتك؟ ما تحتش ما قلتش كلام، يعني البطوله دي فعلا انت كنت موفقه جدا، ابتداء يعني من ماتش سبورتنج والفاينل كان ماتش الصيف. منورانا. ميرسي، ربنا يخليك. معانا احسن ضاربه في افريقيا والعرب، واحسن لاعبه كمان عربيه وافريقيه ومصريه، معايا ايه الشامي. اهلا بيك يا ايه. اهلا بحضرتك. وعايز اقول يعني انت طبعا الموسم ده كان يعني هدت كتير قوي ان انت تبقي على يعني بمستواكي، بس انت قدرتي تتغلبي على الاصابات، وهنتكلم في الموضوع ده ان شاء الله. الحمد لله، ربنا يخليك. معانا احد نجمات الفريق الحقيقه وصاحبه الدم الخفيف، وفي الملعب بامانه بيبقى ليها دور كبير جدا. حتى لما قلت صاحبه الدم الخفيف كل الناس ضحكت في الاستوديو. معانا نرمين المنشاوي. نوراني يا نرمين. اهلا بحضرتك. منوره قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. معانا بقى اللي ايه، اللي خلصت الماتش اللي فات، اللي خلصت زي ما بيقولوا، يعني اللي كانت احنا قاعدين في الاستوديو يعني وهي راحت مطمنانا ومريحانا. معانا مريم متولي، مرحب يعني مرحب بيكي ومنورانا في الاستوديو. اهلا وسهلا بحضرتك. انت اول مره تجينا صح مريم؟ لا جيت كل سنه بنيجي هنا مع حضرتك. انا عارف، بس اول مره تكوني معانا في الابطال. صح كده؟ طيب نهلة، يعني اجيلك يمكن موسم صعب، كان في توقفات كتيره جدا، وانت ككابتن فريق اكيد كان ليكي دور. كلميني عن الموسم من بدايته حتى حسن الختام، كان اول امبارح بكاس مصر. يمكن السيزون ده كان اطول سيزون الواحد ممكن لعبه في حياته، احنا يمكن بقالنا 11 شهر بالظبط بدون راحه، بسبب طبعا التوقفات الكتير جدا بسبب كورونا طبعا. كان عندنا لعيبه كتير بيجي لها كورونا، بتقعد فتره الماتشات بتتاجل اذا كان عندنا او ماتشات الفرق الثانيه، فقعدنا كتير جدا في السيزون ده مش عارفين هيخلص امتى. احنا يعني المفروض دايما في شهر 6 ده بنكون راجعين للسيزون الجديد. صحيح. فاحنا لسه مخلصينه دلوقتي، فكان سيزون طويل جدا يعني، فكان تحدي بالنسبه لنا ان احنا نفضل محافظين على مستوانا طول الفتره دي بدون راحه يعني. فالحمد لله ان احنا قدرنا نكمل كده وقدرنا نفوز ببطوله الدوري، ويمكن حتى قبل سيمي فاينل الكاس احنا ما كناش عارفين هيتلعب ولا هيتاجل. صح. يعني فهو ده يمكن لخبطنا كمان شويه يعني، احنا قبل ما نسافر اسكندريه اثر على المستوى طبعا. بالظبط يعني احنا قبل السيمي فاينل المفروض هنسافر قبليه بيوم اسكندريه، كنا لسه اليوم اللي قبليه احنا مش عارفين الماتش هيتلعب ولا لا، فالحاجات دي طبعا كلها كانت صعوبات بالنسبه لنا يعني.